هل يمكن للحياة أن تستمر بدون أفسونة؟ لأردا وسلطان ونوران وبهار، كيف ستسير الحياة؟ لسوء الحظ، لم تكن أفسون حاضرة عندما اتخذت المحكمة قراراً بشأن نوران. بينما تعتني بهار بنوران، فإن أفسون لا تفعل ذلك. أفسون ليست الوحيدة التي تقف على الخط الرفيع بين الموت والحياة. قد يؤدي كفاح أتيس لتقديم جيمري إلى العدالة إلى نهاية حياته لاحقاً. من الآن فصاعداً، كل شيء سيكون مختلفاً تماماً عن ذي قبله. في الحي، تحاول زهال وسيسل وضع أيديهما على جانيمت. بينما تؤتي أكاذيب ونفاق بيرتيف ثمارها، يصل فولكان الآن إلى نهاية صبره بعد تلقيه ضربات متتالية. إن العيش بدون أفسون أمر صعب للغاية بالنسبة لفولكان من الآن فصاعداً. من أجل إنقاذ نوران، يتعين على أتيش وبهار المخاطرة بحياتهما، وهذا يجعل الزوجين يشعران بالقرب من بعضهما البعض مرة أخرى. على الرغم من أن نوران خرجت من دائرة الخطر، إلا أنه من الصعب جداً عليهم أن يتحدوا مع أفسون. عندما يأخذون نوران إلى الحضانة، تكون الأسرة المتبنية هناك لتأخذها وتتبنيها. يبدو أن الطريقة الوحيدة هي أن تتخلى الأسرة المتبنية طوعاً عن نوران. يتم التحالف مرة أخرى في حي كيسمتسز. تنظم زهال وسيشيل خطة خادعة لمنزل جانيمت من أجل الهروب نهائياً. تظهر خيانة سمري إلى النور. بعد أن أدركت جيمري أنها لم تعد قادرة على البقاء في المنزل، تحتضن كينان مرة أخرى. بعد علمه بخيانة سمري، يلاحقها أتيش للعثور عليها. الشخص الذي يستطيع إنقاذ بهار من خطر قادم هو أفسون. من الآن فصاعداً، لن تتغير هذه الصفحة دون أن يتأذى أحد. حالة عمر حرجة ويعاني من فقدان الدم بشكل رهيب، لكنه على استعداد لحماية نفسه لمنع حدوث أي شيء لبهار. من السهل أن نفهم أن علاقة نهير هي التي تقف وراء الهجوم. بهار ونهير يقتربان من الموت ليلعبا ورقتهما الرابحة الأخيرة. أتيش يفعل شيئاً لمنع نهير، لكنه فات الأوان. من ناحية أخرى، أفسون على وشك أن تفقد الأمل في استعادة نوران. تنزعج أفسون بشدة بعد أن سمعت عن سلوك العائلة المقرب تجاه نوران. ليس أمامه خيار سوى ترك كل شيء جانبنا واختطاف ابنته من هناك. أفسون وأردا ونوران عازمون على الإبحار نحو حياة سيعملون فيها معا. تأخذ فرق الشرطة نوران وتضعها في الحضانة. وبما أن أفسون وأردا لم يستخدم الوسائل القانونية عند تبني نوران، فقد كان عليهما تسليمها. لا يمكنهم فعل أي شيء لأنهم لا يستطيعون إظهار عائلة نوران الحقيقية. ويقدرون أن التقرير الذي تسبب في وقوع كل هذه الأحداث ربما تم إعداده بالكيلومتر. لقد خاطر جيمري بكل شيء ودمر حياة الجميع. تسببت المشاكل التي يعاني منها ابن أخيه نهير في تزايد كراهية كينان تجاه أتيش. عندما يرى عمر أن الوضع الخطير لا يزال مستمراً بالنسبة لبهار، يأخذها عمر إلى مكان يمكن أن تكون فيه آمنة. ولكن حتى لو كان في الداخل، فلا يمكن الهروب من مشكلة كنعانة. عندما لا تجد أفسون طريقة أخرى، تطلب من فولكان الدعم من أجل استعادة نوران. لا يبدو أن كينان، المحاصر بالشرطة، يسمح لبهار بالرحيل بهذه السهولة. عمر أيضاً لا يريد السماح لكينان، الذي كان يتابعه منذ سنوات، بالمغادرة مرة أخرى. لكن حتى أخذ كينان بعيداً لا يحل المشاكل بين بهار وأتيس. ينهار زواجه من أفسون بسبب الليلة التي لم يستطع أردا تفسيرها. تقرر أفسون مغادرة المنزل وتأخذ نوران معها. لكن أردن لا يتركه، يريد أن يذهب بنفسه بدلاً من أفسون وأولاده. خطط جيمري تؤتي ثمارها، ولكن عندما تأتي جيمري بخطة أخيرة تخرج عن نطاق سيطرتها، يبدأ السلطان أخيراً في العمل. ومع تصاعد القتال بين النساء في القصر، فإن الأطفال هم الذين سيعانون من هذا الوضع.
تتعلم نوران معلومات مهمة عن نفسها وعن عائلتها، وتصبح حياتها في حالة من الفوضى بسبب ما تعلمته. الأشخاص الوحيدون الذين يمكن للفتاة الصغيرة الحصول على المساعدة منهم في هذه الأيام السيئة هما بهار وأتيس. بهار وأفسون وسلطان الذين يعرفون أكاذيب زهال، ليس لديهم أدنى شك في أنهم متورطون أيضاً في هذه الأكاذيب. وبينما تتصرف بهار بناء على هذه الشكوك، فإن أتيش مصمم على أن يكون بجانبها في هذه العملية، ولن يعود من هذا الطريق دون أن يعرف مصير الأطفال. ومع ذلك، بينما يحاول أتيس باستمرار أن يكون مع بهار، فإنه يفقد أفضليته في المعركة التي بدأها ضد كينان. عندما يصبح المجهول واضحاً، سيشن كينان الآن حرباً ضد أتيش. إن الكشف عن رؤية كينان لشخص ما من داخل القصر يدفع هوليا وإفسون إلى اتباع كذبة خطيرة. المواجهة القادمة هي نذير حرب ضخمة تشارك إفسون في تغيير الخطط المهمة باستمرار. يجب أن يواجه مجهولين يمكن أن ينهي زواجه. عندما يتعلم أردا الكذبة الكبرى التي قيلت له لمدة 5 سنوات، ينهار عالمه، وضميره لا يسمح له بإخفاء هذه الحقيقة عن بهار. لقد حان الوقت لإفسون لتوديع أبنتها نوران. يتعرض بهار لتهديد سيفي الذي جاء من سينوب مع فيغن. ليس من السهل التخلص من هذا الرجل المجنون وإعادة حياتهم إلى طبيعتها. وبعد سنوات عديدة، أصبح أتيش أخيراً على بعد أمتار قليلة من كينان. ولكن لكي يصل إليه، عليه أن يمر عبر رجال كينان المسلحين. يتعين على أتيش أن يتخذ كل خطوة من خلال حسابها بحكمة. في هذه الأثناء، تمثل عودة محمد أمير بداية حقبة جديدة تماماً للأطاهاني. بينما تكون إفسون مستعدة للمخاطرة بكل شيء حتى لا تتخلى عن نوران، فإن خطوة بهار تقترب خطوة أخرى من الحقيقة بشأن زهال، تضع إفسون في مأزق. بهار على بعد خطوة واحدة من كل الحقيقة. من ناحية أخرى، تخاطر إفسون بكل شيء لتجنب خسارة نوران. ومع ذلك، فإن رفض السلطان تقديم تنازلات في مواجهة تهديد زهال المفتوح يزعج جميع خطط إفسون. يبدو أن القدر قد قرر جمع بهار وابنتها معاً. ليس أمام إفسون خيار سوى العودة إلى إسطنبول، لكن الذهاب إلى إسطنبول يعني تقريب نوران من والدها أتيس. أزداد ذعر إفسون كثيراً لدرجة أن الخطأ الحتمي يأتي أثناء الاحتفال.